في الليلة الماضية وصل المشاركون إلى مخيم المبيت في سكاكا بعد إكمال نصف المرحلة الماراثونية من دون ميكانيكيين، لذا اضطر السائقون للعمل على سياراتهم بأنفسهم بما يحملونه من أدوات أو قطع غيار محدودة العدد. أما أولئك الذين ضغطوا سياراتهم بشكل كبير فسيعانون خلال القسم الثاني للمرحلة الماراثونية القاسية. سيحاول جميع المشاركين الاستراحة قدر الإمكان قبل خوض يوم آخر من المنافسات. المرحلة الثامنة من داكار انطلقت من سكاكا إلى نيوم مدينة المستقبل. إنه القسم الأخير من المرحلة الماراثونية بطول 375 كيلومتراً. بعد المشاركة في فعاليات عريقة مثل بول دور وسباق لومو 24 ساعة، استحق كريستيان لافيي المشاركة في فئته الحالية ضمن رالي داكار، ومع سيارته أوبتيموس باغي ثنائية الدفع وصل إلى المراكز العاشرة الأولى، حيث بات خط النهاية في جدة يلوح في الأفق. سجل شيخ الإمارات خالد القاسمي أفضل نتيجة له حتى الآن في داكار 2021 بإيصال سيارته بيجو إلى المركز الرابع، ليعزز أكثر من تواجده ضمن السائقين العشر الأوائل في الترتيب العام. يحتل ستيفان بيترونسال صدارة فئة السيارات منذ المرحلة الثانية، حيث بقي بعيدا عن المشاكل معظم الوقت، إلا أنه اقترف خطأ في آخر 50 كيلومتراً من مرحلة اليوم كلفه خسارة دقيقتين. الفرنسي أنهى يومه بالمركز الثالث. المعركة حامية في المقدمة، كل ثانية مهمة في هذا الرالي. لم يعد أمراً غريباً رؤية سيارات ميني في المقدمة، حيث نجح كارلو ساينز بإنهاء مرحلة اليوم بالمركز الثاني. قد يكون الإسباني بعيداً عن صدارة الترتيب العام، ولكن تواجده بجانب زميله بيترونسال على الدوام قد يمنح الأخير بعض الأفضلية في المراحل الختامية من داكار بمواجهة ناصر العطية. لكن تركيز السائق القطري مصب على نفسه، حيث نجح في تصدر المرحلة الثامنة محرزاً فوزه الأربعين ضمن المراحل في داكار منذ بداية مشاركته في العام 2004. هذا الفوز سمح له بتقليص الفارق أكثر مع بيترونسال. كما تعلم بأن المرحلة الماراثونية ليست سهلة، لذلك أنا سعيد بالحفاظ على سيارتي حتى الآن كوننا ضغطنا كثيرا في بعض الأماكن من أجل منافسة سيارات الباغي. ناصر العطية أحرز فوزه الرابع في مراحل داكار هذا العام متقدما على ساينز وبيترونسال، ولكن الفرنسي لا يزال في صدارة الترتيب العام بحوالي 5 دقائق أمام العطية، وساينز يحتل المركز الثالث.